الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي. في الشجر اللي كان مواطن الأجنبي يجيب 200 أورو 10 أيام ولا أكثر، فهمت كيفاش هنا التوريزم لوكال باش يشجع باش يجيه التونسي اللي هو يصرف أموال 3-4 مرات أكثر من الأجنبي. بالنسبة للخليعة بون، أنا بصراحة بتاتر شوي با بروتوتيب، معناها بنمثل الشعب التونسي كل، خطر أصلي من مدينة ساحلية، نعيش في أصلي من رفراف، دونك معناها براتيكمون كل صيف نمشي نصيفوا في رفرافة، فهمت؟ وساعة ساعة نمشي للوتلة مثلا مرة في العام، نعديش اون سومان ولا بتاتر ساعات ما نمشيش كل مرة كيفاه، مي بون ما سي با ماهيش حاجة فيتال. في دو اجونس دو فواياج ليلى لا ماندا سولا اريفي 30 اريفي 30 07 ديبار 02 08 ارخص حاجة 1800 دينار اور بور 1800 دينار خويا العزيز تمشي لتركيا وتجي. دونك سيبوندون تونس مكيفا يعني مكيفا يتبكاو ويتشكاو ويحبوا توريست 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 وما يحبوش يخدموا مع تونسي. لو ميم فويا لو ميم سيجور لا اله الا الله محمد رسول الله، لو ميم سيجور محطوط خويا 32 يورو مكيفا النهار. دونك احسب انت وحدك مكيفا وشوف. انا نتصور اللي في تونس ما عادش ممكن شو عائله مثلا سورتو يبداو عائله كبيره سورتو اكثر من زوج صغار و بلس لي بارون كان باش يمشيو لوتيل سا با شيفري سا با ايتر ان بودجي سورتو كان واحد مثلا يحب يمشي يهز يفرهد ولاد و يدورهم يحوس بهم يا باك لوتيل معناه وفات فما حتى لي اكسكورسيون لبرا سي سرا با دوني. مي اللي واحد يقعد متخوف منه في تونس هو لا كيستيون دو سيكوريتي. انا بيرسونيلمون وليت متخوفه ياسر على ما فامي نقول اسكو سي سيكوريزي ما نعرفش ديما واحد يبدا متخوف شويه. انا مريتش حاجه كبيره تبدلت بصراحه، ثم عبيت تكري قاعده تكري مازال تكري في الديار وثم عبيت قاعده تصيف صحيح مش بالكونتيتي اللي قبل الثوره فهمتني، نقصت شويه اما نقصت معناتها شويه فهمتني، مي العبيد مازالت تفرد مازال ثم كريم تاع عبيت تكري في الديار ديجا يجوني الحانوت وعبيت تسرع على الكري في بنزرت في المرسى في كذا. دونك ما ثمش الخوف شويه حذر صحيح أما مشك الخوف اللي تلمو يخلي العباد ما تمشيش تفرد ما لا ما ثماش هذا. نجم يتخلع ما يزم يحتاط مش معناه باش يتخلع كيما قبل كيما تو تو ثم برشا صعوبات ثم رهاب ثم برشا حاجات ما يخليش البشر باش يتفرد معناه. أما ينجم كي يبدا ماخو احتياطه ينجم لاباس بلادنا مازالت في خير أما ياخو احتياطه وكهو. مواطن تونسي باختصار إذا باش ينظر للجانب المادي هناك طبقة يعني معروفة هي يعني طبقة اللي هي قادرة يعني باش تمشي تفرهد وتهز أولادها كل سواء يعني في الوتلة توانسة ولا البرة يعني، وثم اللي هو عامة الشعب السواد الأعظم من الشعب هو غير قادر باش يمشي من جانب المادي، وأصل يعني اللي سيطر على الإنسان تو هو جانب معيشته يحكوا أنه باش يمشي الوتيل ويبقى من جانب الأمني ويحكي هي خرافات فاشلة لأنه أنا مراش لبلادنا في أصل مشكلة أمنية. بالنسبة للخلاعة بعد ثورة وحسب الظروف الاقتصادية شوف ولات في تونس معناتها تونس ولا معاش نجم الخلاعة على أيام زمان، عبارة عن الظروف الأمنية والظروف المادية والظروف الاقتصادية. شوفوا أنا حتى النزول اليوم في تونس النزول السياحية تعاني من معناتها من نقص من السياح ومن السياحة الداخلية اللي كانوا يجيوا يتخلعوا برشا. اليوم أسباب عديدة، فما البعض اللي يقدر وفما اللي ما نجمش نكون يمشي. اليوم أغلب التوانسة يقولك نمشي نبحر في نهاري ونروح نهز صغاري على نهار من الصباح للعشية ونروح معاش نقدر نجم مش نوتلة سبري. أنا عمت نهار واحد ما أنا بصفة معنا الأوضاع واحد ولا فهمتي منكمش نوعا ما فهمتي الأوضاع أنت عصرية بتفسر لا أوضاعي الخاصة معناها مش على المجتمع باهي معناها فهمتي بالنسبة للخلاعة والله سفا بالنسبة فهمتي نجم في تحسن إن شاء الله فهمتي تبقى بلادنا باهية فهمتي وهذاك اللي نحبوا احنا ما تعرفش الشمال الغربي معناها ما نعتنوش بالبحر برشا لما شوي نعمة شوي كذا شوي قمح منه ومنا ديما فهمتي كنا مالة تعرف ما نتلهوش بالخلاعة برشا المدن تتلهى بالخلاعة وكل الناس تلبش عليها شوية وكذا. الخلاعة يحب لها وقت يحب لها برنامج، والتونسي
ولات الضغوطات الحياتية نتاعو نتاع كل يوم ولات تخليه يعني لا يلقى الوقت للإخلاع. وزاد فما جانب آخر هو الإمكانيات، إمكانيات التونسي أصبحت إمكانيات محدودة نسبيا فهمت بعد الكل، فبالتالي الإخلاع يحب لها برشا فلوس والفلوس ما فهمناش الا اوكي يبدا يتجنب المسائل هذه. ما عاد الخلاعه التقليديه نتاعنا نحن اللي هاكا واحد ياخو كار ولا يفقن مع واحد في كهرباء باش يمشي يعملك الغطسه نتاعك النهار ويربح، هذيك ما تسميش خلاعه. بلي با تيلمون جوست نمشيو معناها نتخلعوا في ديال الفامي معناها جور لا مير. في نهار كمان؟ لا نقعدوا كيلكو جور هكاك دونك اون معناها اون فيغي رابيد في هاكاي بطبيعك بدل معناه واحد ما عادش يمشي على فانتور ديكوفرير دي زوندروا سامباتيك وكل دونك إلي ليميتي باش يبدا انتوري بالفامي و فوالا معناتها إني با راسوري فوالا فوالا معناتها سي اون كيستيون دو سيكوريتي اكزاكتومون. واحد يخدم ما خرجش والله خلاص خدمة واحد ما خرجش ما عندكش بالي مش تاعك كل خدمة خدمة على الوليس يخدم رجل مشاه وبعد روح تعال شو يخدم شو يخرج بالله شوفه وما كيفاش مرة ما كذري في الدار لما حال مرة في حرقة مرة نمشي الحمامات وما كيفي مرة ما كذري مركش في بلاصة واحد نمشي الوتلة ولا ساعة وشو ترى في الوتلة المعاملات غديك في الوتلة باهية مع التوانسة ولا؟ سبعة سبعة الله والأسوام معناتها والبخي غونفلي لي بخي غونفلي الله بالخلاعة احنا راهو ناس عاديين دائما ناس عايشة لا نتخلعوا ولا هم يحزنوا نمشيو مرة في الخمس سنين بالحرب وقت تبدا واحد عنده فلوس يمشي البحر ما عندوش ما يمشيش كار تجي بحر البحر لا كار انا كار كار زال واحد يمشي في كار البحر لازم تمشي ما في كهرباء ولا في ولا تمشي تكري باش تمشي تكري جمعة في عشرة من زرت ولا امكانيات ما تسمحش يعني عايش بالنسبة لي انا عايش كان تقبل الخلاء حق الوقت الدنيا رخيصة أكثر الناس تمشي على ساقها اللي يروتوه حرق الوين الترا يمشي واحد في الساعة يكبوا في الترا نتخلوا الدنيا رخيصة البحر نظيف يعني ناس معروفين إنسان كيما المرأة تعوم عادش برشا من الناس يعوموا في الليل ما ثماش خوف ما ثماش حتى الناس تحترم بعضها ناس بخير اللي عنده يعطي اللي ما عندوش لا يلزمها فلوس تقلب عليك ما بروح مش نتاع خلاعه بصراحه الدنيا غاليه ياسر بدون ساك تشوفي المواطن مسكين ما عادش خلى حتى شيء حر مشيتوش حتى نهير والله مشيت نهار في رمضان في العشيه مشيت فيها ساعه ولا واحده ونص انا ونسيب والامور ما تعجبش بصراحه حر طاري ما قديه ما يلزم اقل شيء يحبك ماشي اقل بواطي 50000 40000 خلي لك الصغار عايش معاك مربي عايش